وقبل الختام إلى منوعات التاسعة مع هجر عبد الله. مساء الخير هجر. النور. شكرا لكم عبد الحميد. أهلا وسهلا. أهلا بكم مشاهدينا. توفي المخرج السعودي عبد الخالق الغانم اليوم بعد تفاقم حالته الصحية في مستشفى الدمام التخصصي إثر إصابته بالسرطان بعد مصارعة المرض لخمس سنوات. وغرد الفنان أحمد الجشي معلنا خبر الوفاة الذي بث موجة حزن عارم بين محبي المخرج الراحل. وطبع المخرج السعودي الراحل بصمات مميزة وحاضرة بقوة على الشاشة الصغيرة مانحا الدراما السعودية العديد من إبداعاته، كما تألق لسنوات عديدة في سلسلة طاش مطاش الذي استقطب جمهورا واسعا في المملكة وخارجها. تزوجت المغنية الأمريكية أريانا غراندي من دالتون غوميز وهو وكيل عقارات في لوس أنجلوس حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. وقال ممثل عن النجمة البالغة من العمر 27 عاماً إن مراسم الزفاف أقيمت على نطاق ضيق وحميم وشارك فيها أقل من 20 شخصاً في أجواء من السعادة والحب. وكانت أريانا قد أعلنت خطوبتها نهاية ديسمبر 2020 من خلال نشر سلسلة من الصور لها ولزوجها المستقبلي ولخاتم خطوبتها على إنستغرام. في مشروع إعلامي جديد تعاون الأمريكي أو الأمير البريطاني هاري مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري مجدداً في برنامج يتناول موضوع الصحة العقلية يحمل اسم The Me You Can't See أو أنا الذي لا يمكن أن تراه. وطرح الأمير هاري وأوبرا أمس الاثنين الإعلان الترويجي الرسمي للسلسلة التلفزيونية التي ستدع في 21 من مايو الجاري. أعلنت مدن الملاهي الأمريكية تحديث إجراءات ارتداء الكمامة وفقاً لأحدث الإرشادات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث أصبح ارتداء الكمامة اختيارياً في المناطق المفتوحة وحول حمامات السباحة في مدينة ملاهي ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا، ولكن لا بد من ارتدائها داخل الألعاب وفي الأماكن المغلقة وفق ما ذكر موقع فوربس. نهاية الفقرة مشاهدينا وعودة إلى الزملاء للختام. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا في نهاية النشرة عزاؤنا لأسرة ومحبي وأيضا زملاء الأستاذ عبد الخالق الغانم رحمه الله. رحمه الله. ومني هبة حيدري وحمود الفايز هجر عبد الله وفريق التاسعة نشكر لكم المتابعة. بأمان الله.